80 شخصا على الأقل قتلوا في سوق شعبية بمدينة دوما جراء غارات جوية شنها الطيران العسكري التابع للجيش السوري النظامي، وبث ناشطون هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن غالبية الضحايا من المدنيين وبينهم أطفال، وأضاف أن أكثر من 250 شخصا آخرين أصيبوا بجروح بينهم من هو بحالة خطرة. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الناس تجمعوا بعد الغارة الأولى لإخلاء الجرحى فتوالت الضربات عليهم. مدينة دوما تقع في الغوطة الشرقية وهي أبرز معاقل المعارضة في محافظة دمشق، وتخضع منذ عامين تقريبا لحصار الجيش النظامي، كما تتعرض باستمرار لقصفه.